ويا اهلا وسهلا، مساء الخيرات على اجمل المتابعين. ان شاء الله ببدا لكم التغطيه من الدور الثاني مع كل جديد. وفرنا لكم من شركه مجمع الشامل فرع الرياض ومخرج 29 شارع بلال بالرباح. ايش احكي لكم عن قسم الشموع؟ ما شاء الله قسم متكامل، شموع العائمه، شموع معطره، شموع قزاز تناسب استخدام شخصي او حتى هدايا، وتوزيعات كلها بسعر واحد 5.75 ريال. هلا لا، وشموع القزاز حلو هذا الشكل للتخرج، والتغليف الحالة أصلا حلو ومرتب ويناسب التوزيعات. تعالوا نكمل من الدور الأول مع هذه الألواح الخشبية، معها ملاعق للطبخ 3 قطع سواء بهذا الشكل، في كمان هذا ثاني شكل ب5.75 ريال. هلا ميكس رهيب بين الفضي والذهبي في ملاعق الطبخ الجميلة هذه، ملاعق طبخ ستانلس ستيل بأكثر من شكل ب5 ريال للقطعة الواحدة. طقم سيراميك بالتصميم الصيني، متوفر حاليا صحون بالحجم الصغير سواء الدائري أو المربع، في كمان زبديات بعدة أحجام، راح تاخذون القطعة ب5.75 ريال. حلو، حبيت هذه التشكيلة من قدور الستيل ب4 أحجام زي ما شايفين، ومع الأغطية في من الأبيض البيج الأصفر التيفاني، راح تاخذين القطعة الواحدة ب5.75 ريال. حلو، أخيرا توفر الشريط اللاصق الذهبي، عرفتوا اللي تحطينه على الجدران وتحطينه على الأرضيات نفس اللي يبيعونه بالمواقع، سعره 5 ريال. بحطيكم الحين الصور لاستخداماتها بالسناب الجاية. ووصل الزين كله، الرف اللطيف البلاستيك لاصق على الجدار، تحطين عليه عطوراتك، تحطينه في الحمام وانتي بكرامة، بحطلكم صور توضيحية بالسناب الجاية. أكلاتك اللذيذة أكيد تحتاج صحون بايركس، وفرنا لك اليوم هذه التشكيلة المميزة سواء الشكل العادي أو الشكل المقسم مقاومة للحرارة ب5.75 ريال. حلوة بس.
ومن قسم الألعاب وفرنا لكم ألعاب المشاركة حلوة وتسلي وقت الجمعات، تكون بلاستيك بهذا الشكل بالحجم الصغير وبثلاث أنواع وبخمس ريال وخمسة وسبعين هللة. صراحة عرض رهيب على المناديل المعطرة، ثلاث حبات بخمس ريال، متخيلين؟ بأجمل الروائح، كل مغلف في 72 منديل وبسعر خمس ريال وخمسة وسبعين هللة.